السلام عليكم. منذ أيام قلائل وتحديدا في 2 يناير كانون الثاني طوى الزمان الذكرى 35 بعد 500 على سقوط غرناطة التي كانت آخر ممالك الأندلس سقوطا عقب سلسلة معارك طويلة مع المسيحيين القشتاليين. الأندلس أو ما يعرف بشبه الجزيرة الأيبيرية أو إسبانيا والبرتغال أضاءت ظلمات أوروبا في القرون الوسطى بما عرفه الأوروبيون للمرة الأولى من تشريعات وأخلاق وعلوم ونظريات مع وصول العرب والمسلمين إليها فاتحين. وبالرغم من قسوة السقوط ومرارته فإن ذكراه لم تحظى بحضور كاف في المحافل العلمية العربية لمدة 2 قرن على الأقل من تاريخ السقوط، لكن 20 شهد يقظة في الذاكرة العربية من خلال ظهور بعض الباحثين والمؤرخين الذين كتبوا عن الأندلس، كما تفرعت في الجامعات العربية تخصصات في التاريخ والأدب الأندلسيين. تبحث حلقة اليوم من حديث العرب هذا الموضوع وفق 3 محاور: ما تبقى من ذكرى سقوط الأندلس في العقل العربي الجمعي والوجدان، والحجم الذي تشغله الأندلس في الثقافة العربية الواسعة والغنية، وكذلك إنجازات العرب والمسلمين في الأندلس وتأثيرهم في أوروبا وعليها. نبدأ الحديث بعد قليل. للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور أحمد عمر، الأستاذ الأدب الأندلسي في جامعة إسطنبول، ومعنا في الاستوديو أيضا الأستاذة أمل خليفة الباحثة في التاريخ، وينضم إلينا عبر زوم من الدار البيضاء في المملكة المغربية الأستاذ أحمد القاري المدون والكاتب، كما يشاركنا الحوار من مدينة لياج البلجيكية الدكتور، وطبعا عبر سكايب، الدكتور يونس العلوي المدغري مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإسلامية. أهلا بالجمع الكريم. نبدأ بالدكتور أحمد وأنت متخصص في الشأن الأندلسي. بداية دكتور، يعني مدخل إلى الحلقة نريد أن نعرف ماذا بقي من هذه الذكرى التي يعني ملأت الدنيا وشغلت الناس على مدى 8 قرون، كانت قبلة الباحثين عن الرقي والتمدن والمعرفة. ماذا بقي من هذه الحضارة المليئة في ذاكرة العرب، في وجدانهم، في عقلهم الجمعي اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حين نتذكر الأندلس، فالأندلس في الحقيقة ليس منضويا ضمن إطار سياسي فقط، وليس ضمن إطار أدبي فقط. الأندلس هو ثقافة، حضارة كاملة امتدت على مساحة 8 قرون. فحين نستدعي الآن في الذاكرة الجمعية، في العقل الجمعي العربي، هذه القرون الثمانية، فلا يمكن أن نستحضر منها جزءا واحدا فقط. ليس هناك فقط استحضار سياسي، وليس الاستحضار استحضارا أدبيا فقط، أو استحضارا فنيا، أو استحضارا اجتماعيا، أو استحضارا علميا. الاستحضار في الذاكرة العربية اليوم لهذه القرون الثمانية التي واكبت نشوء حضارات عديدة، لكن كانت لهذه الحضارة حقيقة خصوصية تتميز بها عن بقية الحضارات. الأندلس منذ طلائع الفتح إلى لحظة الخروج، هذه القرون الثمانية جمعت كل ما يريده العقل العربي، فهي حقيقة حضارة أنتجت لنا كل ما نود أن ننتجه اليوم. هذه الحضارة، الحضارة العظيمة، هذه الحضارة التي ما زالت تغازل فكرنا، تغازل وجداننا، نطمح إلى أن هل ترى الأمر كذلك أنها بالفعل تغازل الحقيقة؟ نعم، في الحقيقة الإحياء السياسي هو المستحيل، وهو الذي يعول عليه كثير من الناس الآن. لو أذنت دكتور أحمد، نعم. يعني ربما أتحدث مع دكتورة عمر عن المسؤولية العرب وماذا ينبغي أن يفعلوا هذا، لكن الآن أنت قلت بأنها ما زالت تغازل عقول العرب وأفئدتهم. هل الأمر دقيق إلى هذا الحد أم دخلت في غياهب النسيان عند العرب؟ نعم، أنا دعني طبعا، هي الأندلس نامت 4 قرون واستيقظت في القرن الماضي في وجداننا العربي، لكن الاستيقاظ كما قلت، هناك استيقاظ سياسي وهو غير معول عليه، وهناك الاستيقاظ العلمي، والذي عملنا عليه أننا استبدلنا الآن، أنمنا الجانب العلمي ونريد الاستيقاظ السياسي، وإنما الحال معكوس في طبيعة الحال. هناك أيضا الاستيقاظ الوجداني، لأننا لا يمكن أن نطلع على التاريخ إلا عبر بوابات الأدب الحقيقية، لأن الأدب هو الذي يعكس طبائع الحال، طبائع المجتمع، طبائع ثقافته، طبائع نهضته، طبائع العلوم التي وجدت فيه. فلذلك هذا الاستحضار الذي نعيشه الآن في الثقافة العربية إنما في حقيقته إنما أن يكون استحضار مغازلة فقط، وإنما
أو يكون استحضار مغازلة وحس طيب على طيب الاستنهاض من لو جديد. لو سمحت باختصار شديد، كيف ترصد هذا الاستحضار أو هذه اليقظة العربية فيما يتعلق بالذاكرة الجمعية تجاه الأندلس؟ طبعا تجلت في مظاهر عديدة. الظاهرة الأولى هي في ظاهرة ثقافية في الكتب التي كتبت عن الأندلس الآن، طبا وفنا وثقافة وسياسة وجغرافيا وغير ذلك. هناك أيضا الاستحضار الاجتماعي الذي أرادوا عبره أن ينقلوا هذه الثقافة التي استطاعت أن تحيا 8 قرون، لأنها استطاعت أن تقبل الآخر، لأنها استطاعت أن تنمي جوانب الآخر، لأنها استطاعت أيضا أن تؤثر في الآخر وأن تتأثر به، كانت حضارة حقيقية. ولذلك هذا الاستحضار الآن هو ما يراد له حقيقة أن يكون موجودا، لكن ما زالت هناك جوانب كثيرة تعوق أو تعوق هذه النهضة المبتغات. كما أن هناك بعض العوامل التي تريد الآن أن تجنب الأندلس من الذاكرة الجمعية، لأن هناك من يرغب بالاسترداد الفانتازي له، أو أن يستحضره الاستحضار غير أو الاستحضار الخيالي لنقل. ولذلك حب التناهي شطط خير الأمور الوسط، نستحضره الآن هو بثقافته، نستفيد من عباره، ما الذي جعلهم يسيرون يتميزون ينطلقون، ما الذي جعلهم يكبو بهم حصان الانطلاق وفرسه، ما الذي جعلهم يحيدون عن ركب الحضارة والثقافة. هذا ما لا ينبغي حقيقة أن نفيد منه في ثقافتنا العربية. أستاذة أمل، يعني تعقيبا أو عطفا على ما قاله الدكتور أحمد، الأمم عادة الأمم الحية هي تحافظ على تاريخها وتحيطه بشيء من القداسة. في الحالة العربية هل توافقين على ما قاله بأن العرب الآن ذاكرتهم يعني تستحضر الأندلس حضورا واعيا إدراكيا، أم أنه حضور عاطفي لا يفيد كثيرا؟ هذا واحد، وسؤالي مركب معذرة. الجزء الثاني من السؤال، ما مسؤولية العرب تجاه ماضيهم في الأندلس، وإلى أي مدى هم يعني قائمون بهذه المسؤولية اليوم؟ يعني حقيقة أنا أوافق على بعض النقاط اللي ذكرت منذ البداية، أن هناك صحوة في القرن الماضي القرن العشرين تجاه هذه القضية، وهناك أقسام في الجامعات، وهناك كتابات، هذا كله صحيح، لكن هذا على مستوى الدارسين والباحثين نخب المتخصصين. يعني أنا دائما أقول القطار لا يوجد في كل عرباته مطور، ولكن المطور فقط في العربة الأولى، المحرك نقطة مهمة جدا، فهو النخب هي التي تقود. كيف يمكن سحبه إلى الحالة الجماهيرية؟ هو للأسف الشديد أن النخب عندنا يعني تتخذ من العلم كأنه مهمة مؤقتة، يعني يعمل في الصباح مثلا كمتخصص في هذا المجال، لكنه لا يحمل القضية، فتكون النتيجة أن ما يعلمه الكثير الذي يعلمه. يعني أنا التقيت بأساتذة الجامعة متخصصين في التاريخ بحكم دراستي، يعني كلهم متخصصين في التاريخ بدرجة يعني بدرجة مرضية إلى حد كبير، لكن هذا العلم لا يستفاد منه إلا على قدر ما يدرس به مهمة، وكأنها عباءة يرتديها في الصباح ثم يخلعها في المساء. فالنتيجة النهائية لهذا العزوف من النخب المثقفة والمتعلمة والمتخصصة والباحثة عن حمل الهم، أنها أن عموم الناس لم يستفيدوا من وجودهم بشيء، فكأنهم يعني هم هؤلاء في وادي وهؤلاء في وادي، فلم ينضحوا على الشعوب بشيء. لكن هل يكفي أن تحمل النخب المثقفة العربية هم الأندلس وتاريخها وتحتفظ بحرارته حتى يتسرب إلى العامة، أم ثمة مسؤولية من جهات أخرى غير متحققة الآن؟ في بلادنا القراءة ضعيفة، فلذلك ما يتأثر به الناس مصادره قليلة، فإذا كانت هذه المصادر القليلة على شحها كمان لا تتحدث بعمق عن قضية أو لا تذكرها كثيرا، توضع في ملف النسيان. يعني هذا أمر يعني بديهي، أنه أن الناس مداخل المعرفة لديهم، يعني إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، هذه هي المداخل التي يعرف منها الإنسان. عند الشخص العادي بمستوى القراءة المتدني الموجود في مجتمعاتنا، من أين يستقي المعلومة؟ يستقيها من هنا ومن هنا هكذا طريقة عشوائية. إذا لم يلتقي بمن يلقي له كلمة من هنا وإشارة من هنا عن هذا عن موضوع ما، هذا الموضوع ثق أنه لن يكون له رصيد عند عامة الناس. ولذلك هي مهمة مركبة، مهمة النخب المتخصصة أن تحاول أن تفيد عامة الناس والدوائر المحيطة بهم بما يعرفوه من علم، ومهمة العامة
بألا يكونوا يعني سلبيين للدرجة التي تجعلهم يعني في موقف المتلقي فقط. وأنا أشير بمصطلح فقدان الذاكرة بقوة، أن هذه قضية من القضايا، يعني هذه قضية الأندلس هذه قضية من القضايا القديمة. فقدان الذاكرة يجعل كل هذه القضايا لا قيمة لها وتصبح شيء بعيد. لكن الحقيقة هناك ضوء أحيانا نراه، ما رأيناه في المونديال من إرهاصات حول كأس العالم في قطر تقصدين؟ نعم، في كأس العالم في قطر الماضي، ما رأيناه من هزة ورقة، من ذكر أسبانيا عندما تلعب مع المغرب، وبعض الأغاني التي قيل فيها ذكر فيها الأندلس وكذا. كانت الحقيقة كانت مفاجأة للجميع، أن هل ما زلنا نتذكر الأندلس؟ يعني هذا دليل على أنها لم تفقد الذاكرة نهائيا، لكنها هكذا مجرد كلمة. لكن لو سألت من قالوها، يعني هي كلمة عواطف فقط، لو سألتهم عن أي معلومة علمية فلن تجد. طيب، يعني عطفا على ما ذكرتي ننتقل إلى مستوى آخر لنسأل الأستاذ أحمد القاري في الدار البيضاء. أستاذ أحمد، هل كان سقوط الأندلس والطريقة الوحشية التي اجتث بها الإسلام والمسلمون منها، هل جاء في سياق صراع أيديولوجي حضاري عقدي، أم أنه جاء في نطاق طبيعي أمم تريد أن تسترجع أرضها، صراع جغرافي؟ في أي سياقين يمكن وضع هذا الأمر؟ هذا سؤال مهم جدا لتصحيح صورة يتم الترويج لها على أساس المسلمين دخلوا الأندلس فاتحين، وأهل الأندلس اشتغلوا على استرداد، يعني يسمون هذه العملية يسمونها استرداد، اشتغلوا لثمانية قرون باسترداد أرضهم. هذه مغالطة لا أساس لها من الواقع مطلقا، لأن المعركة بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية والأوروبيين كانت معركة اجتثاث للإسلام وإخراج له من أوروبا. بالنسبة لهم وجود المسلمين أو غير الكاثوليك عموما أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقا، فجيشوا لذلك الجيوش. لذلك عملية هذه الحملة التي قاموا بها هي، وكل الحملات التي تمت ضد المسلمين كانت جزءا من الحروب الصليبية، كانت تتم بدعوة من البابوات وبدعم منهم. وازداد هذا الأمر حدة بعد فتح القسطنطينية سنة 1453 وسيطرة المسلمين، سيطرة العثمانيين على شرق على أجزاء كبيرة من أوروبا الشرقية. هذا جعل الجهد الكاثوليكي الصليبي يتركز بشكل تام على الأندلس. هم قالوا لا يمكن أن نفقد روما الثانية هي القسطنطينية ولا نسترد الأندلس. توجهوا كل يعني جهودهم وكل مقاتليهم، جاء المقاتلون من أقصى شمال أوروبا من بلاد الإسكندنافية، وجاءوا من وسط أوروبا من ألمانيا ومن هولندا الحالية ومن بلجيكا، وجاءوا من سويسرا ومن الجبال ومن السهول ومن كل مكان في العالم المسيحي، موحدين خلف هدف واحد وهو اجتثاث المسلمين. لا يهمهم إن كان هذا المسلم الموجود في غرناطة أو غيرها من المدن والقرى الأندلسية، لا يهمهم أصله ولا عرقه، ولا إن كان من أبناء السكان الأصليين لا تهمهم لغته، إن كان يتحدث العربية أو القشتالية أو خليطا من اللغتين أو أي لغة أخرى. كل ما يهمهم هو الاجتثاث التام لكل ما ليس كاثوليكيا. وتدرجوا في هذا الأمر بالخداع عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات التي طمأنوا بها المسلمين واليهود إلى أنهم لن يتعرضوا لهم رغم سيطرة الكاثوليك، ثم انتقلوا إلى التنفيذ التام لبرنامجهم عندما بدأوا في محاكم التفتيش وجعلوا يجتثون كل آثار نمط الحياة المسلم، لغة ودين وعادات. بما في ذلك العادات الجيدة، يعني الأندلس عانت من مجاعة بسبب فقدانها للخبرة الإسلامية في الزراعة، وعانت من انهيار في مستوى حياة الناس في المدن بسبب انهيار أنظمة النظافة وعادات النظافة عند الناس. الحمامات أغلقت،
أصبحت أي شكل من أشكال الحياة المدنية والرفاهية التي عاشها المسلمون أصبح منظورا إليها على أنها ردة عن الكاثوليكية، وأصبحت تعرض من يقوم بها لخطر أن يقدم إلى محاكم التفتيش وإلى أن يموت حرقا أو تحت التعذيب. فالصورة كانت هي حرب دينية بحتة من الجانب المسيحي الكاثوليكي، لكن في الجانب المسلم المدن الأندلسية كانت دائما وحتى لحظة دخول النصارى لها كانت دائما تضم مسلمين ويهودا ونصارى. ظل المكون النصراني موجودا في المدن المسلمة حتى أثناء الحروب، حتى أثناء القتال ضد الحملات نعم. الصليبية. طيب لو رجعنا إلى الاستوديو دكتور أحمد، أنا أعرف أن عند الباحثين التاريخيين، وأنا أمام باحثين تاريخيين، ليسوا الباحثون التاريخيون ليسوا ودودين مع عبارة أن التاريخ يعيد نفسه، يرفضون هذه العبارة. لكن بالنسبة للحالة العربية يكاد يكون ينطبق هذا القول على العرب، يعني ما أشبه العرب اليوم بحال الأندلس، يعني تنافس وتطاحن داخلي على أشياء ربما لا تكون ذات قيمة حقيقية. أي قراءة استلهامية لما حدث في الأندلس يمكن أن تفيد عرب اليوم حضاريا، فكريا، سياسيا، مجتمعيا؟ نعم، طبعا أنا قلت في البداية أن الحالة الأندلسية هي حالة أمة تاريخ متكامل تعاقبت عليه ما يتعاقب على بلادنا الآن، ولذلك منذ عوامل النهضة والفتوح والقوة إلى عوامل التفتت والتشتت، ثم إلى عوامل الاستنجاد بالآخر سواء كان هذا الآخر مسلما أو غير مسلم، إلى آخر ذلك من عوامل، إلى أن حقت سنة الاستبدال، ولذلك يعني فتحت اسطنبول قبل سقوط غرناطة بنحو 40 عاما. ولذلك هذه الحقيقة الحقب التاريخية لابد أن نستلهم منها العبر، ويعني التاريخ في القرآن الكريم لم يضرب إلا للعبر، لنستلهم العبر منه. وخير كما قال حسين مؤنس رحمه الله في كتابه، خير العبر لكل أمة ما كرر في تاريخها، لا تحتاج إلى أن تتلقف من الآخر، لأن عوامل التشكل عوامل مختلفة عند الآخر. أما عندي أنا المسلم الذي أدين بدين الإسلام كما كان يدين به الأندلسي، والذي أقرأ كتاب الله كما كان يقرأ الأندلسي، وغير ذلك من كل عوامل العقيدة وحتى الأطر الاجتماعية، البنية النفسية، طبعا البنية الاجتماعية تنضوي على البنية النفسية كذلك كما تفضلتم. كل هذه العوامل في الحقيقة تجعلنا الآن لابد أن نعود إلى الأندلس لنستحضر عبره. فمثلا عوامل القوة حين دخل عبد الرحمن الداخل وأسس دولته الأموية التي استدامت مدة 4 قرون، آخرها مع ابن عبد الرحمن الناصر المستنصر، ثم إلى أن جاء الحاجب المنصور وتغيرت موازين القوى. هنا عندنا في هذه المرحلة أكثر من 20 يعني ما سموا أنفسهم ولاة أو أمراء، ما بين 400 إلى 422 للهجرة، وهنا انكفأت كل مدينة على نفسها ونشأت هنا ملوك الطوائف. وسبحان الله العجيب أنها يعني انقسمت وانشعبت إلى أكثر من 20 لكن دكتور طائفة. أرجو المعذرة حتى أفيد من معلوماتك أكبر قدر ممكن، يعني أنت قلت يجب أن نستقي الدروس والعبر من هذه المرحلة التاريخية. لا شك أن استقاء الدروس والعبر قضية مهمة وحاسمة، لكن لابد أن تتوفر شروط موضوعية لتحقيق هذه الفائدة من القراءة الاستلهامية. ما هذه الشروط؟ كيف يمكن أن نفيد؟ من الذي يفيد؟ يا سيدي الكريم، نحن في أواخر العهد الأموي، وتحديدا مع قبل أن يعني يعتلي العرش عبد الرحمن الناصر أو عبد الرحمن الثالث، هؤلاء يعني الذين يعني طوروا القوة الأندلسية إلى درجة أصبحت فيها خلافة في الأندلس وحكم 50 سنة. قبل أن يعتلي العرش كانت كل إسبانيا قد سقطت، وحتى المغرب غرب فتحت تماما تقصد؟ لا لا، سقطت بيد القشتاليين. نعم سقطت. حتى الجنوب الأندلسي كان هناك شخص ارتد وسمى نفسه صموئيل، وحتى الدولة الفاطمية في الجنوب أصبحت تساعد القشتاليين للقضاء على هذه الدولة الأموية المتبقية. فإذا كل العوامل في الأندلس، لم يبقى إلا قرطبة، ولذلك أصبحوا ينادون الأمير ليعتلي العرش فيعتذر عن ذلك لأنها أصبحت مغرما بعد أن كانت مغنما. ولذلك العوامل الآن لم تصل إلى هذه المرحلة التي كانت، ولذلك الشروط هناك كانت أصعب منها الآن. ومع ذلك استطاع بعد 7 سنوات ليس أن يوحد الأندلس فقط، بل وحد المغرب العربي وضمه أيضا إلى الأندلس. كل هذه
قومت هذه العوامل، كل ما نجده الآن ونحن الآن الدول العربية في هذه التفرقة وبهذه التجزئة، هناك أيضا استلهام تاريخي حقيقي لا نستطيع أن نغفله. أنا قلت حتى أنها تشكلت إلى أكثر من 20 دولة داخل الدولة الأندلسية كما الحال الآن، وهناك من تعامل مع النصارى ودفع الجزية لهم، وهناك يعني التاريخ حقيقة إن لم نقل يعيد نفسه لكن يحقق الإعادة الموضوعية، الشرائط الموضوعية لمسار الأحداث. ولذلك كبوا ثم نهضوا، كبوا ثم نهضوا إلى أن تحققت في النهاية سنة الاستبداد. نريد أن نتحدث بعد قليل عن الآثار التي تركها العرب والمسلمون في الأندلس ومدى التأثير الذي أحدثوه في أوروبا وعلى أوروبا، لكن ليس قبل الذهاب إلى فاصل قصير. الوطن هو أمي وأبي. الوطن قبل كل شيء هو الهوية، هو منو أنا ومنو أنت ومنو إحنا كلنا. الوطن طمأنينة، الوطن راحة، الوطن استقرار. تنزل في المطار تشعر إنه أنت غير، يعني ما تحتاج شيء، إنه أنت هذا بلدك يعني وأهلك. أكيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد، ولادته، طفولته، ناسه وأهله. الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان، هو الماء الذي نشربه. وقف التصوير. حياكم الله. هذه عودة الحديث عن آثار العرب في الجزيرة الأيبيرية الأوروبية، إبان حضارة العرب. يعني في هذه الحلقة الآن نرحب بالدكتور يونس من لياج في بلجيكا. دكتور يونس أهلا ومرحبا بك. بالنسبة للأوروبيين في علاقتهم في الأندلس، ماذا تمثل الأندلس في الوعي الجمعي الأوروبي؟ وهل ثمة اختلاف بين الأجيال الراهنة و الأجيال السابقة القديمة في النظرة إلى الأندلس وحروبها وسقوطها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. بالتأكيد هناك اختلاف لدى الأوروبيين عامة والإسبان خاصة. في لدى الشباب الآن هناك نوع من الانفتاح ومحاولة لنسيان هذه الأحداث، وهناك اشتغال على مستوى الإعلام ككل وعلى مستوى السياسات ككل لتجاوز هذا الجرح الكبير. وهو كما هو بالنسبة لنا نحن المسلمين يعني كان جرحا كبيرا، نحن المسلمين الأوروبيين نشتغل أيضا على تجاوز هذا الجرح، ولا يعني ربما نختلف عن المسلمين في بقاع العالم. يعني هناك نوع من الاشتغال على إحداث نوع من التأثير بهذا الوجود الإسلامي الآن بالملايين في أوروبا، في إسبانيا، يعني في كل هذه البقاع. فنحاول أن نؤثر على هذا النحن الأوروبي. أنتم تعرفون يعني كيف كان منذ قرن، الآن هناك تغيير كثير، فهذا النحن ينبغي أن يدخل في اعتباره هذا الوجود الإسلامي الكبير في أوروبا. بمعنى أن عندما نقول نحن الأوروبيين فينبغي أن نعرف أن هناك مكونات إسلامية حاضرة، وينبغي أن تراعى في الإعلام، تراعى في التربية، تراعى في مناهج التعليم كما حصل في ألمانيا، في فرنسا. هناك نوع من التغيير الذي يحصل بشكل بطيء ولكن يحصل حقيقة، يعني ولا بد من الوقت لتغيير هذا المفهوم النحن. فبالفعل ضاعت الأندلس من المسلمين، ولكن المسلمين الآن يحضرون ربما بشكل قد يكون مؤثرا في مستقبل الأيام. طيب الأستاذ أمل، فيما يتعلق بالتأثير الأوروبي العربي الذي حدث سواء كان في الأندلس أم في غيره، هل اقتصر هذا التأثير على البنية التحتية التي أنشأها العرب والبنية العلمية التي أسس لها في تلك البقعة، أم
استطاعوا أن يحدثوا تأثيراً ما بدرجة ما في المحيط الأوروبي؟ التأثير الأندلسي على أوروبا أضخم وأكبر بكثير مما قد نتخيل. كيف؟ الأمر متشعب في كل نواحي الحياة، يعني يصل إلى أشياء دقيقة. ربما نتكلم بداية عن الأشياء الواضحة الصريحة، هم قد تأثروا بالمسلمين تأثر كبير جدا. يعني نأخذ مثلا على سبيل المثال حركة الترجمة. حركة الترجمة في إيطاليا، ظهرت حركة ترجمة كبيرة جدا في توليدو، اللي هي الحركة اللي كانت في القرن الثاني عشر والثالث عشر. لما ينتقل هؤلاء إلى طليطلة ويقوموا بنسخ وترجمة الكتب العربية، ليست فقط الكتب العربية التي كتبها العرب، وإنما الكتب العربية حتى التي ترجمت يونانية. الإغريقي والروماني القديم. يعني لما نجد شخص واحد اللي هو جيرارد، المترجم جيرارد الإيطالي المعروف، نعم، حتى كانوا يسموه جيرارد الطليطلي من كثرة ما ارتبط اسمه. صحيح. هذا الرجل في منتصف القرن الثاني عشر لما يذهب لطليطلة ويترجم نحو 100 كتاب، حتى أن الكثير من المنصفين من أهل التاريخ يقولون أن هذه الكتب التي ترجمت من المكتبات التي شاعت بدرجة كبيرة جدا في المدن الأندلسية، حتى وصل في المدينة الواحدة في قرطبة فقط كان فيها 70 مكتبة، وكان فيها كان في شغف بعمل المكتبات. عندما يقول هؤلاء أن هذه الكتب التي ترجمت في الأندلس هي كانت المصدر الوحيد للتدريس في جامعات أوروبا لعدة قرون تلت ذلك، يعني لم يكن هناك لديهم شيء آخر، كانت هذه الكتب هي التي بنيت عليها أسس العلوم الموجودة عندهم. ده فقط في الترجمة. لما نرى في زمن الملوك الأوروبيين من يرسل البعثات المتتالية، سواء كانوا من الأميرات أو من الأمراء أو من النخب، ليدرسوا هناك ويعيشوا ثم يعودوا بقبس من نور هذه. كانت قرطبة في وقت من الأوقات بلغت مليون، بلغ تعداد السكان مليون نسمة. عندما كانت أكبر مدينة في أوروبا لا تتجاوز الربع مليون، وكانت فيها الإضاءة والجنات، 700 مكتبة كان يوجد فيها. هذه الأشياء كلها كانت ذات أثر، اللي هو القزم عندما ينظر إلى العملاق هكذا، فكانوا ينظرون إليها بشكل من الانبهار. حتى يعني لو أخذنا فقط الخط العربي والزخارف العربية، نعم، شيء مذهل أن نجد أن الزخارف العربية أخذوها كما هي، حتى أن الأمر لا يخلو من الطرفة عندما نجد أنهم تأثروا حتى بالخط الكوفي اللي كان بيستخدم، وأصبحوا يكتبوا هذه الكتابات العربية وهم لا يفهمونها. يعني أعينهم أخذت على شكل هذه الزخارف لدرجة أنهم كتبوها بدون وعي. فوجد هناك على في مسبح كنيسة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض الخلط في الحروف، لكنها واضحة أنها بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نجد صليب ومكتوب عليه بالحرف العربي لله الملك، لا غالب إلا الله، هذه الذي انتشر، أو ربما تأثر بالعقيدة المسلمين، لأن المغلوب يتشبه دائما، نعم، ويتأثر بالغلب. ربما، نعم، هذه آخر نقطة نصل إليها، إلى أنهم حتى من الناحية الدينية تأثروا بعقائد المسلمين. نعم. فظهر منهم الطوائف التي تنكر الاعتراف للقساوسة وتنكر الثالوث، وحتى أنهم قالوا أن لوثر عندما قام بالحركة البروتستانتية كانوا متأثرا بالمسلمين، وكان أقرب من كان إليهم المسلمين في الأندلس. نعم. هي بقيت نقطة لابد أن احنا ننتبه إليها جيدا. نعم. نحن نتكلم عن الأندلس، لكن الحقيقة أن المسلمين في الأندلس قد زحفوا في فترات طويلة إلى الجنوب الفرنسي وإلى إيطاليا بل وسويسرا. يعني لما نتكلم عن أشهر المعارك اللي انهزم فيها المسلمون، نعم، كانت بلاط الشهداء. بلاط الشهداء سنة 732 ميلاديا كانت عندهم تسمى تور بواتيه، يعني ما بين مدينة تور وبواتيه. لو نظرنا إليها على الخريطة الآن نجدها على مقربة من باريس. هذه المعركة يعني في داخل الزلاقة، كل هذه المعارك كانت في قلب أوروبا، وكانوا يعتبرون أن الدفاع في أسبانيا هو دفاع عن أوروبا كلها، لكن انساح هذا الزخم من الآداب والعلوم.
والملاحظة الغريبة التي قد لا نجدها في أي مرحلة تاريخية، أن الأندلس تميز بصفة عجيبة جدا، أن فترة ملوك الطوائف رغم الشرذمة السياسية التي كان فيها هذه الفترة وانحلال أخلاقي اجتماعي في كثير من الأوقات، نعم، لكنها كانت فترة ازدهار للعلوم والآداب بشكل غريب جدا. طيب. يعني غرناطة التي نعرفها هذه كانت هي يعني قصر غرناطة، هذا كان في السنوات الأخيرة في 200 عام التي حكم فيها بنو الأحمر. نعم، وكان من عجيب الزمان في حينه. لكن دكتور أحمد، يعني في على المستوى الداخلي، من الطبيعي لما دخل العرب والمسلمون فاتحين، من الطبيعي أي قوة جديدة دخلت إلى بلاد أن تؤمن وضعها وأن تؤمن نفسها وأن تمرر أفكارها من أجل تحقيق هذه الغاية. كيف عمل العرب والمسلمون سكان البلاد الأصليين؟ هل اضطروا إلى التضييق عليهم حتى لا يؤثروا ويشوشوا على مشروعهم في نشر الإسلام، أم عملوهم كطبقة ثانية، أم أنهم استفادوا منهم أفادوا منهم وصهروهم في المشروع العربي الإسلامي؟ في الحقيقة العلاقة ما بين الفاتحين وبين السكان الأصليين تمتد في جذورها إلى ما قبل الدخول الإسلامي، إذا كأن شبه الجزيرة الإيبيرية كانت تدين بالاتجاه الذي يوحد في الدين المسيحي، لكن القوط حين جاءوهم أساسهم من ألمانيا واستولوا على بلادهم فرضوا التسليث بالقوة، وفي يعني قصة مطولة. في الحقيقة لما دخل المسلمون وجدوا أن لهم أصولا كانوا يرغبون فيها، ووجدوا أن التسامح عندهم هذا الذي كانوا يطمحون إليه، وسمعوا عن العربي ثم رأوا السماعة مع التطبيق. ولذلك لما ولج المسلمون في داخل شبه الجزيرة الإيبيرية التي تشمل البرتغال وتشمل أيضا أجزاء من فرنسا الآن وليس فقط إسبانيا، فحينما دخلوا هناك أولا حقيقة كان حسن التعامل معهم، كانت يعني أنا قرأت بعض الأبحاث التي حقيقة تفتري في أن التعامل كان مع غير المسلمين كان تعاملا مختلفا، وحينما نظرت إلى بعض الأمثلة قالوا إنهم لم يسمحوا لهم بأن يستملكوا عبيدا من المسلمين، يعني هذه القضايا. ففي الحقيقة كانوا يسمحون لهم بالتعلم، وكانوا يسمحون لهم بالتطبيب، وحتى الجزية كانت أقل من الزكاة، وحتى القضاء كان يعني بالضبط هم كانوا مطلع. ولذلك دخلوا في دين الله أفواجا حقيقة، محبة بهذا الدين، محبة بالسلوك الذي كان عليه حاملوه. ولذلك يعني حتى على مستوى العلم إسبانيا كانت في تلك المنطقة تشع نورا في الحقيقة، يعني حتى البابا حين زار قرطبة قال يعني إن مكتبة عبد الرحمن الناصر لا أصلح أن أكون حارسا على بابها، يعني بل وصلت في بعض المصادر إلى أنها جمعت أكثر من 1,000,000 كتاب، وهناك من يقول إن نصف 1,000,000 كتاب فقط أو مجلد عفوا ليس كتابا. ابنه المستنصر أيضا الموضوع نفسه. فإذا في الجوانب العلمية جذبوا، في الجوانب العدلية، في الجوانب القضاء جذبوا، في الجوانب الاجتماعية جذبوا الطهارة والنظافة. حتى يعني نحن الآن إذا أردنا هذا لم يكن فقط للنصارى الإسبان، حتى كان لليهود أيضا، كل الطوائف التي انضوت تحت ظل الحكم الإسلامي. يعني مما يعني يستغرب الآن، إذا أراد شاب أن يعمل فإنه بحاجة إلى إذن سفر، لكي تعمل في إسبانيا فإنك بحاجة إلى شهادة أنك تعلمت. يعني لا يمكن أن يقبل إنسان يعمل في أي عمل إن لم يكن متخرجا من جوامع قرطبة وغير قرطبة. كما أن يعني الفوانيس التي كانت تضاء في الأندلس كان أمام كل بيت، إذا رأيت منارة متقدة في الليل معنى ذلك أن هناك امرأة تكتب في داخل هذا البيت، وكانت الفوانيس يعني لا يوجد هناك منطقة مظلمة. كل هذه العوامل في الحقيقة أسهمت في جذب وانصهار هذا المجتمع والتعرف على معذرة دكتور أحمد، لكن للأمانة هناك بعض المؤرخين والباحثين الغربيين كانوا منصفين وذكروا عن محاسن العرب والمسلمين في الأندلس. وهنا أسأل الأستاذ أحمد القارفي الدار البيضاء، يعني بعض في أثناء التحضير لهذه الحلقة وقعت على عدد من الأبحاث لمؤرخين وباحثين وفلاسفة غربيين يتحدثون عن أنه في الوقت الذي كانت تنتشر فيه الهمجية في عدد من العواصم الأوروبية والقتل والاعتداءات، كان التمدن في الأندلس في أوجه. هذا يقودني إلى السؤال عن التأثير، تحدثت عن التأثير العلمي والتأثير الديني الأستاذة أمل، لكن أريد أن أسألك عن البعد الأخلاقي، إلى أي مدى هذا التمدن العربي الإسلامي في الأندلس أثر في البنية الأخلاقية الأوروبية التي كان حتى الأوروبيون أنفسهم يشتكون من التوحش الذي ينطوي في نفسية الإنسان الأوروبي؟ هذا التأثير الأخلاقي إلى أي مدى يمكن أن يتحدث عنه؟ في الحقيقة الباحثون الأوروبيون يعترفون إلى درجة ما بالتميز
الذي كان في منطقة المسلمين في الأندلس عن الحالة التي عاشتها أوروبا المسيحية، ويعترفون أن الفرق كان شديدا جدا في مستوى حياة الناس وفي التعايش وقبول الآخر، تعدد المكونات داخل المدينة الواحدة، حرية التجارة وحرية السفر والتنقل، مقارنة مع كل التقييدات التي كان الإنسان الأوروبي يعيشها تحت سيطرة الإقطاعيين والملوك في باقي أجزاء أوروبا. فالاعتراف بهذا الأمر أدى إلى نشوء مصطلح الجنة الأندلسية. هذا مصطلح شاع في وصف الحالة التي كانت سائدة في الأندلس الإسلامية، أنها أقرب إلى جنة مقارنة مع الواقع الأوروبي. وطبعا وبسبب هناك باحثون آخرون عندهم انحياز ويرفضون تماما هذا المصطلح، ويحاولون أن ينتقصوا من التميز الذي طبع معاملة المسلمين لغيرهم وطبع حياة المدن والقرى في الأندلس، لكن لا يملكون إلا الاعتراف بالتأثير العميق تجربة الأندلسية في أوروبا على كل المستويات، في مسألة العلاقة بالكتب والمعرفة، التحضر والبناء، التشييد، الخدمات في المدن، التجارة، الملاحة. الملاحة البحرية انتقلت من الأندلسيين إلى الأوروبيين عن طريق ميناء لشبونة. عندما سيطر النصارى على ميناء لشبونة حصلوا على كنوز هائلة من وسائل الملاحة وأدواتها وخبراتها، وهي الأمور التي مكنتهم لاحقا من غزو البحار وتحقيق كل الغزو الذي حققوه في العالم. لذلك كانت البداية مع البرتغاليين، لأنهم أول من ورث وحصل على. لكن أستاذ أحمد، كل هذا التأثير على في البعد الأخلاقي، في الديني، العلمي، لماذا يعني الظاهر في الغرب أنه غيب عن الجماهير وحتى على كثير من النخب، وكانت الأصوات التي أنصفت الحضارة العربية والإسلامية في الأندلس عموما وتأثيرها على أوروبا، يعني كانت أصواتا شاذة قليلة معدودة، ما السبب في رأيك باختصار من فضلك؟ لأن الخطاب العام في أوروبا عن الإسلام والمسلمين هو خطاب دعائي بالدرجة الأولى، وخطاب منحاز إلى أقصى درجة، وأثرت فيه يعني العقيدة، يعني أثرت فيه الكنيسة والانحياز للكنيسة. يجب أن نتذكر أن بمجرد سيطرة النصارى على الأندلس بدأوا محاكم التفتيش، أرادوا أن يمحوا كل أثر إيجابي وجميل من عهد المسلمين، حتى يومنا هذا العادات في منطقة الأندلس أنك تجد فخذ الخنزير معلقا في كل مكان، لأن الناس اضطروا إلى أن يعلقوا أجزاء من لحم الخنزير في أماكن واضحة من بيوتهم ومتاجرهم حتى يظهروا أنهم نصارى وليسوا مسلمين. فبقيت هذه العادة إلى يومنا هذا. المحاكم التفتيش قضت في الحقيقة، هي جريمة شديدة، وأنا أؤكد على المسلمين في أوروبا أن يهتموا بأن يعرفوا أبنائهم على تاريخ الأندلس، وأن يأخذوهم لزيارة مدن الأندلس ويعرفوهم على كل ما جرى في الأندلس، لأن فيه دروسا تاريخية مهمة جدا. طيب. أن تلك المرحلة قضت تماما على كل الأثر الإيجابي الجميل الذي أحدثه المسلمون في طريقة التعامل مع المخالف. نعم. على سيرة مسلمي أوروبا، الدكتور يونس، يعني إحصائية إسبانية تذكر أن في إسبانيا من العرب تقريبا نحو 3.5 مليون عربي. هذه الدراسة تقول أن 40 أو 41% منهم مصرون على التزاوج فيما بينهم وعلى الاحتفاظ بأسمائهم العربية مع وجود اللكنة الإسبانية. هؤلاء كيف يمكن مد جسور الصلة بينهم وبين أجدادهم مثلا في العالم العربي، بما يعود بالنفع على إحياء هذه الحضارة في ذواكر العرب برأيك؟ نعم، يعني في لكل حدث جوانب، ربما خاصة حدث سقوط الأندلس له جوانب مظلمة وحزينة جدا، وفي الوقت نفسه له جوانب ممكن أن ننظر إلى جانب مشرق مما أحدثه وجود المسلمين على مدى هذه القرون الطويلة في الأندلس. كما ذكرت الأخت أستاذة سابقا وذكر الأستاذ أحمد قبلي، أن يعني أثر الوجود الإسلامي
في السابق كان قويا وقويا جدا. لابد أن نسجل أن هذا الوجود شكل جسرا لمرور بعض الأفكار التي حسمت في تطور أوروبا نهائيا. نتحدث عن أرجو أن تعذرني دكتور يونس، لأن الوقت ضيق فأنا سألتك عن الكتلة البشرية الموجودة الآن في إسبانيا، هي كتلة عربية، صحيح أن جلهم من النصارى ليسوا مسلمين وأن كان فيهم مسلمون، لكن هل هذه الكتلة البشرية برأيك موحدة من حيث الهوية، من حيث الرغبة في إحياء مظاهر الحضارة الأندلسية في إسبانيا والتواصل مع أرض الأجداد في الوطن العربي مثلا؟ يعني هذه عاطفة موجودة عند طائفة من الأندلس، خاصة عندما كنت أزور الأندلس وأقوم هناك بعض الدورات العلمية، هناك عاطفة، هناك تعاطف، خاصة في الجنوب ما يسمى بأندلسيا، يعني هناك وجود وتعاطف ونوع من الإحياء، لكن هذا يحتاج إلى وقت لكي يحصل له. لكن هل الأمر مقصورا على التعاطف أم هناك وجود إدراكي لهذه القضية الهوية والرغبة في إحيائها والعمل على ذلك؟ لا، هناك وجود وإن كان قليل، بل هناك نخب يعني اشتغلت بشكل عميق وقوي وفي دوائر التأثير السياسي. هل هناك دعم يعني عربي لهذه الجهود للنخب العربية الإسبانية؟ يعني هناك يعني بعض السفارات التي تحاول أن تشتغل على هذا المجال، ولكنه ضعيف. وهنا أدعو المسلمين أن يعتمدوا على طاقتهم الذاتية لإحداث هذا التطور، ويعني وهذا المرجو، يعني تحديث، يعني تأصيل هذا الوجود الإسلامي، لا الفولكلوري، لا الحقيقي الإسلامي الديني الروحي. هذا هو الرهان الذي ينبغي أن يشتغل عليه المسلمون ويركز على الجانب العلمي التثقيفي. كما ذكرت الأخت، يعني هناك يعني غياب الوعي بهذا الحضور الذي دام 8 قرون، ولكن هو موجود عند الطبقة المثقفة. ينبغي إحياء وتوسيع التوعية في هذا المجال، يعني مجال أن المسلمين أثروا في الماضي ويؤثرون في الحاضر وسيؤثرون في المستقبل. يعني لو سمحت لي بذكر شيء مهم جدا، يعني حدث فارقا جدا كبيرا جدا، ولم تصحح هذه المعلومة إلا منذ عقود قريبة جدا، وهي أن الفلسفة الإسلامية، التصورات الإسلامية، الفلسفة التي أحدثها وأسسها مثلا الغزالي وترجمت في طليطلة، وأخذها ديكارت الذي يسمى بأب الفلسفة الأوروبية، أخذها من طليطلة ترجمت إلى اليونانية ووجدت في متحفه مترجمة، يعني كتاب منقد من الدار مترجم إلى اللاتينية، وهو ترجمة لكتابه المنهج. ومن هناك اعترف الآن دارسون فلاسفة أوروبيون في التسعينيات، اعترفوا بأن ما نسميه أو يسمونه بالفلسفة الأوروبية أصلها فلسفة إسلامية مرت عبر الأندلس. فمثل هذه الأحداث وهذه الاكتشافات من شأنها أن تشجع وأن يعني تشجع المسلمين الأوروبيين أن لكي ينطلقوا نحو المستقبل مضمدين هذه الجراح، متجاوزين لها، ناظرين المستقبل أنهم يعني أهل للبناء ولتشهيد وللتعايش الإيجابي، وليس للانبطاح والانكسار والبكاء على الماضي. هذا لا يفيد في نظري. طيب أستاذة أمل، يعني القرن العشرين شهد ميلادا حقيقيا لوعي عربي، يقظة عربية فيما يتعلق بالأندلس كهوية عربية إسلامية. هل من تفسير يعني نفسي وتاريخي لهذه اليقظة التي جاءت متأخرة؟ والله يعني خير أن تأتي متأخرا من أن لا تأتي، يعني لكن برأيك في سياق العامل التاريخي، في سياق التطور التاريخي لوعي الأمم، يعني أين يمكن أن نضع هذه اليقظة المتأخرة بهذه الحضارة التي ليست حضارة عادية، ليست دولة عادية، وإنما دولة ممتدة جذورها في الدولة الإسلامية؟ أنا أتوافق معك أنه شيء غريب أن يكون لدى أمة من الأمم مثل هذا الزخم الكبير الهائل المدهش الذي يدهشنا قبل أن يدهش الآخرين يعني. لكن الحقيقة أن نحن لنا قرون لا نكاد يعني نرى ما أمامنا، نسير هكذا يعني بشكل غريب، يعني قضايا كبيرة تسقط منا بدون ما يلتفت إليها أحد.
لكن ربما السبب الرئيسي في ذلك الأمر أننا فقدنا الشعور بأننا أمة منذ فترة. يعني حضرتك لو تنظر إلينا نحن الآن، من الذي يمكن أن يفخر بعبد الرحمن الداخل؟ من هو؟ هل يفخر به أهل الشام باعتبار أنه ولد هناك وعاش هناك، أم أن يفخر به أهل المغرب لأنه سافر إليهم؟ أن الأسبانيين معجبين ببطولاته وشدة بأسه. طيب، ما الذي يجعل شخص عراقي يفخر بعبد الرحمن الداخل؟ ما الذي يجعل شخص يمني يفخر بعبد الرحمن الداخل؟ ففقدان الشعور بأننا أمة يجعل من ليس عبد الرحمن الداخل فقط، يعني أضف إليه قائمة طويلة من العظماء. يعني عندما نقول مثلا على أن عماد الدين زنكي، من الذي يفخر به؟ لن تجد له هوية محلية كما يوم. نحن اليوم بالقوميات التي تتكلم عن أنا يمني أنا سوري أنا مصري وكذا. النقطة مهمة، عندما نتكلم عن تاريخنا كأمة سنجد فيه ضررا منسية، بل أنها ليست فقط منسية لكنها مطوي عليها ومردوم فوقها. وأنا أضرب مثل بسيط جدا حتى ندرك أن أعدائنا لم ينسوا، نحن نسينا لكن هم لم ينسوا. مؤتمر مدريد الذي عقدته الولايات المتحدة في باسم نعم. مدريد عقدته في أي عام؟ نعم. في ذكرى مرور 500 عام على سقوط الأندلس، على سقوط غرناطة. هم لم ينسوا، العالم كبير، لماذا عقدوا هذا المؤتمر في مدريد في هذه اللحظة؟ نعم. هذا معناه بشكل واضح أنهم يعني يقولون لنا أنتم نسيتم نحن لم ننسى. طيب، في هذا السياق أستاذ أمل، لو أذنت لي أن أنتقل وأختم مع الأستاذ مع دكتور أحمد، وأنت متخصص في الأدب الأندلسي، برأيك هذا التراث العربي الأدبي والشعري والروائي الكبير، ما مدى احتفاظ الأندلس بقطعة منه؟ ما مستوى حضور الأندلس في هذه البانوراما، الصورة الشاملة الأدبية العربية؟ يعني حقيقة على الرغم من مهول المجازر الكبيرة التي حدثت للمكتبة العربية في الأندلس إحراقا وإتلافا، لكن مع ذلك لا تجد الآن مكتبة تضم مخطوطات إلا وفيها المخطوطات الأندلسية. فحقيقة الثقافة الأندلسية احتفظت لنا بشيئين، الثقافة العربية التي جمعت فيها والثقافة الأندلسية أو الهوية الأندلسية التي تخصصت فيها. ولذلك ما بقي حقيقة من الأندلس الآن في الثقافة العربية هو أولا في النواحي الأدب الوجدان الأندلسي. يعني الآن من الذي لا يتمثل بقول الشاعر لكل شيء إذا ما تم نقصانه، والبقاء الرندي من رندة فلا يغر بطيب العيش إنسان. من الذي لا يحفظ أشعار ابن زيدون وولادة، ترقب إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت الليل أكتمل السر. من الذي لا يتذكر شعر المعتمد بن عباد في ولادة؟ من الذي لا يتذكر قول ولادة قالت لقد هنا هنا مولاي أين جاهنا، قلت لها إلى هنا صيرانا إلى هنا. من الذي الآن لا يتذكر؟ وفي الأدب المعاصر، في الأدب المعاصر نزار قباني حين ذهب إلى أسبانيا، أحمد شوقي، كثير من الأدباء الآن عملوا على استحضار الثقافة الأندلسية أو على نسخ لو صحت التسمية الثقافة الأندلسية الموجودة فينا. وحقيقة أن لربما أختلف شيئا مع الأستاذة في أنها قالت أن النخب الآن فقط هي التي تعيد تاريخ الأندلس. أنا حقيقة في كل ذكرى سقوط لا أجد من يتحدث عن الأندلس إلا الجماهير العربية. كثير من النخب يتجنبون الحديث عنها لأنهم يرون أنها عودة إلى الوراء أو مشى إلى الوراء. فالآن ما بقي منها هو مقدار ما يعي الإنسان بثقافته، ما بقي في الأندلس. ولذلك الإنسان الذي يطلع على الأندلس حقيقة يبقى في ذهنه شيء كثير، ولأن بقايا الأندلس ليست في الثقافة العربية فقط بل في الثقافة الأوروبية، كما تفضل الأساتذة قبل قليل على يعني مستوى الفلسفة وعلى مستويات عديدة جدا، حتى على مستوى العلم. ولو تحدثنا عن آثارهم في العلوم العملية التطبيقية الآن في أوروبا، يعني لا احتجنا إلى عدة حلقات. طبعا لا يكفي هذه حلقة واحدة، لا تكفي عن الحديث عن الأندلس، وربما تكون هناك حلقات مقبلة ومستقبلة. مشاهدينا الكرام، ختاما أشكر ضيوفي الكرام في الاستوديو الدكتور أحمد عمر أستاذ الأدب أو التاريخ الأندلسي في جامعة إسطنبول، والأستاذة أمل خليفة الباحثة في التاريخ، كما أشكر ضيفنا عبر الزوم من الدار البيضاء الأستاذ أحمد القاري
المدون والكاتب، والشكر موصول كذلك للدكتور يونس العلوي المدغري مدير المعهد الأوروبي للعلوم الإسلامية الذي شاركنا من مدينة لياج البلجيكية. كل الشكر لحضراتكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.